كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا منيح. رجعت لكم بفيديو جديد اليوم مع ماما يولا. اليوم بفيديو اليوم حيكون عن تسوق لرمضان او تحضير لرمضان. حنكون عم نجيب اكل وغراض لنحضر لرمضان، لانه بعتقد رمضان الاسبوع الجاي، صح ماما؟ مزبوط، ثلاثة. ايه، فهلا نحن جينا على سوبر ماركت كرمال نجيب كم غراض، نجيب كم اكل، بدنا نرجع نروح على البيت انا وماما نعمل معجن نفرزه، نعمل اكل نفرزه، كمان نروح عند تيتا. سو قبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. وشو بدهم يعملوا؟ فعل زر الجرس ويكبسوا على زر الجرس، تكبر عائلتنا معكم اكثر. ما تنسوا، بنحبكم كثير. يس، بنحبكم كثير. وهلا انا وماما ماشيين على السوبر ماركت، صفينا السياره وحيكون في صف، بدنا نوقف ننطر بالصف لنفوت. ماما شو بدك تجيبي من جوا؟ بطاطا، بصل، بدنا سمبوسك بليز. اوكي، هون بيبيعوا مثل عجين رقيق كثير، بيعملوا فيه سمبوسك، صح ماما؟ ايه. بدنا نعمله، نحط فيه جبنه وبدنا نحضر لرمضان. هلا بدنا نجيب البازيلا، عاملينها $1.99. ماما اكتشفت انه هيدا فول اخضر مش بازيلا. ايه، بس الفول الاخضر ما بينطبخ؟ ما بعرف اذا الفول الاخضر بينطبخ. يلا امشي حتى نشوف. وبدنا ناكل عالم، ناخذ كيس ومنعبي خضره من هون وهونيك. اول غرض حطيناه. يلا شو بدك تجيبي ليكو؟ عن جد الفليفل شكلها كتير حلو. عنا فليفل بالبيت؟ نو. بدي؟ ايه. شو بدك تعمل فيها؟ بعمل الشوربة الطيبة. نجيب؟ طبعا. جيبي لك بس واحدة او اثنين. جايز انا جبت بس فليفلي واحدة كرمال ما تعفي، لانه دائما فيني اجي اخذ قد ما بدي، بس لانه كثير بتعفن الفليفله بسرعه. سو اخذت بس وحده. ما بعرف ماما شو عم بتعمل، هذا مش تعقيم. وبدنا نجيب خضره هلا. ياخذونا العربيه. هلا جبنا هيدا سلاد، كرمال انا عامله دايت سو كل شيء بدي اكله فيه سلاد. فجبنا هاي حقها $3 و 50 69. هلا شو بدك تجيبي ماما؟ ماما شو عم تجيبي هلا؟ بصل. اوكي، قولي لنا الاسعار كمان يعرفوا المتابعين قديش اسعار كندا. اوكي، هيدا هلا بشوف يمكن غير رايي عليه كمان. هيدا حقه $3.99 كندي. ايه كندا مش بالامريكاني. بتحب نور؟ هيدا انا ما في اجيب لإلي حلو لانه عامله دايت. شو هيدا؟ فرجينا. تمر. بس تمر هيدا. ايه، مش شوكولا. جايز شو هيدا؟ هيدا مثل كانت شيبس مول. هيدا يعني شمندر. هيدا وايت، اول مره بشوف هالاشياء. عن جد اول مره بشوف هالاشياء، مع انه دائما بعمل شوبينج. لكن اصلا هيدول شو هول؟ هول طماط صوص فات يعني طماط صوص. شو؟ كم وحده عم تجيبي؟ أربعة. جايز هون جبناها. او ماي جاد جايز، اول مره بشوف كيسس الشوكولا على شكل كورن فليكس. ايه بليز خلينا نجربه. ايه اوكي. او ماي جاد، اول مره رجيم. بشوف رجيم. بس حدا بليز اكتبوا لي بالكومنت صح شايفين عندكم هيدا الشيء؟ انا ولا مره شايفته. جايز ماما جابت هيدا رقيق كثير، بيجي كذا طبقه، بيجي كذا طبقه. كرمال شو بدك تعملي فيه؟ مسخن. مسخن يعني دجاج. وهيدا الله الله شو؟ مش شو هذا التعقيم الغلط؟ هذا غلط. جايز ليكو كل انواع الجبنه كله معمول عليه خصم، كل شيء بتلاقوه عليه اورانج سبيشل يعني عليه خصم.
ليكو الاسعار مثلا هيدي 5.5. ماما تفتش على الجبنه المفضله تاعيتها اللي هي اطيب شيء بتاع اساس. ماما جابت هاي مونتال بس قال هاي اطيب شيء. حتغسل المرة هاي تيتا حطيتها. ماما جابت كمان هاي الفتة الطوب جابتها قال طيبة منشوف. يعني انا ما كتير باكل جبنة سو ما بيهمني الجبنة صراحة. شو عم تفتشي كمان؟ على جبنة تكون ما فيها دسم. شو هاي لبنة؟ فينيس يا لبنة وطيبة كثير. حقها 5 دولار. نحن عم نعطيكم الأسعار لتعرفوا في كندا الأسعار كيف وتقارنوها عندكم بالبلد اللي أنتم فيه، واكتبوا لنا بالكومنت تحت إذا أغلى ولا نفس أسعار عندكم ولا أرخص. جايز ليكم ماما جابت لإلها هيدا ما بعرف بالعربي شو بيقولوا له، بس مثل الشوكولا يعني بس كثير صحي وكتير بضعيف. ليكم هم بيبيعوا فريديج والحومات وما بعرف شو، بس انا ما بشتري. جايز يعني ماما اللي بيروح معها على السوبر ماركت بدله يمكن شي 300 ساعة ما بتخلص، بدها تجيب كل الاغراض. ونحن كنا بالسوبر ماركت يعني من يومين سو ما بعرف انه كيف بتلحق يخلص معها كل الاغراض، بس ايه في كتير عالم ف اوبس في كتير في كتير عالم بتحس انه حنطلق كورونا. جايز ليكو كيف قاعد بكندا بيبيعوا الحليب بالكيس. عم جيبهم من جوا بيكون بارد اكثر. ايه اوكي يلا. وهذا كيس قد ايه حقه كيس الحليب؟ 7 دولار. 7 دولار كيس الحليب. يلا. وجابت ماما كمان هلا فيلادلفيا لو فات كريم تشيز. هاي بيعملوا فيها حلويات. هذا بيعملوا حلويات ورقاقات وقصص. في كمان بالبراد هونيك عجين يعني. شو ها؟ عم نجيب شو عم تجيبي؟ باذنجان. باذنجان للشوي. قد ايه عم تجيب باذنجان؟ 99. بس كثير ليبرا؟ ليبرا افضل. يعني كم حبه؟ شي ما بتنقيهم؟ شو عم تجيبي ماما؟ بقدونس. قديش عاملين البقدونس؟ 99 سنت. رخيصة والله. كم وحدة بتجيبي؟ بتجيب 4. ليكو الخضرة. شو هلا عم تجيبي؟ بصل أخضر. بصل أخضر. 2 بدولار. يلا. وبدي خبز. وخبز. جبت عنب وخبز. يلا حطيهم. يلا جاهزة نفل لأنه هلكت وتعبنا. خليني بس جايز ما بتفل. هلكتني هلكتني. وهلا بدنا نوقف ننطر بالصف. اوكي هلا بدنا نقف ننطر بالصف لندفع. بس ليكو هالحلويات فواكه شو حلوين مش حلويات. جايز هلا خلصنا شريت اغراض ورايحين على السياره. ليكو كان هذا الطقس كتير حلو. ماما ما قدرنا نصوركم نحن عم ندفع لانه كان في كتير عجقه سو عم نصوركم هلا. جايز بدي افرجيكم كيف ماما
بتضل كتير مسرسبة بالتعقيم. ممنوع نطلع على السيارة قبل ما شو نعقم. وطلعنا على السيارة. قال ممنوع اطلع على السيارة قبل ما عقم. خلص ما هو خضرة نوقع. جايز لايكو ماما. ماما قولي هاي. ماما مش ساعدتني بس قاعدة عم تحط الغراض عم تعقمهم حتى قبل ما نوصل على البيت. يعني انا مش عم بفهم. انا ماما عندها هوس بالتعقيم. هوس بالتعقيم. هلا رايحين نحن عند تيتا. طقس برا كتير دافي فما بعرف اذا حيخربوا الجبنه والحليب والخضره. سو يمكن نطلعهم عند تيتا ويلا نفرجيكم الطريق. جاهزه تروحي على البيت عند تيتا؟ يس. يلا ليتس جو. يلا هلا يا زين وين رايحين؟ كندا كلها. انا عم بشتغل عم بظبط فيديو اللي حنزل لكم اياه. تيتا بدها تنزل الدايت. عملت لي معجنات مع لبن وخيار وبندوره وانا عامله دايت وماما بتطلع فيي ومقموره زعلانه. قال ما تاكلي. اقول لكم باكل وبنزل على الدايت تاعي ولا لا؟ ماما شو اذا بتاكلي انت حره. بس يعني عامل تعب ثلاث تونة ومدري شو. شكرا لكم حضرتوا فيديو اليوم. ما تنسوا بليز تعملوا لايك وسبسكرايب وش كمان وفعلوا جر الجرس. نحن بنحبكم كتير وحننزلكم فيديو بكرة. مش بنشوفكم بكرة. بدكم شي؟ يلا قولي باي باي باي.